مش اول مره المغرب. لا ما تبدلش ديك تدويه بالعربيه. يمكن لكم دو معايا. يلا شكون يقدر يقولها شحال؟ شكون بغى يسولها شي سؤال؟ شكون بغى يسولها شي سؤال؟ يا جاي انا اسمي ساره. انت اسمك؟ ما شاء الله ما حرى الاسامي. شكون بغى يقولها شي سؤال واحد اخر؟ حسام. بازي حسام. اجي حسام. ماشي عندها. اجي خذ. ماشي عندها بالبالون ديال. كاش عندنا بالبالون ديال. يلا اش كامل حسام از از بلاين ا تيب ويتش فيجيتابل فود فروم 2015. سلم عليها حسام. حسام كيف عمرك؟ كيف عمرك؟ ما شاء الله. اوكي عندك شي سؤال لها؟ What's my inspiration? Oh, good question. جواب بالعربي ولا انجليزي؟ بالعربي. عربي. اوكي. We have a translation. Okay. Yeah. هحاول بالعربي. شوف اذا تفهموا علي. عربيتي شوي مكسره يعني. بس انا شو معنى inspiration بالعربي؟ وحي، ايحاء. إيهائي. إلهام. إلهامي. أوكي. إلهامي بتجي من أمي، لأنه أمي هي اللي عطتني الطاقة لآمن بحالي وآمن بقدراتي وآمن بالإعاقة اللي عندي إياها، وأنا بفتخر إنه يكون عندي إعاقة، وهي عطتني الإلهام ليكون عندي أحلام بالمجتمع. هو أيضا أمه تجيبه لهون في يلعب الباسكت، تجي مع أمه. ما شاء الله. الله يخلي لك أمك ونخلي لك كل الأشخاص اللي عندنا، يعني الأشخاص في حياتنا اللي بيخلونا نآمن بحالنا. ما في أحسن، ما في أحلى من هالشغلة. Take a picture with all the students together. Okay. So 3, 1, and we can look to the camera. Surrounding disability in society. It's the charity narrative. It's the pity narrative. Oh, ya haram. You're an add-on. You're a burden. You're less than. You're incapable. Or the other narrative, as we call it, the inspiration porn. Oh my God, you're amazing. You have superpowers. Oh my God. You're actually going to school. This extreme narratives that really prevents from a kid with a disability to say, I belong, I exist, and I'm like anyone else and have value. That is what my parents brought forward to our home. They told us, you're not gonna pity yourself. You're gonna embrace all of who you are. You're gonna embrace your disability, and you're gonna have ambitions and dreams and explore your value. I'm gonna stop here, so. السلام عليكم الجميع. اولا في بداية الامر بغي نشكر السيد امين وبغي نشكر اكاديمية تيبو، وكنشكر ايضا البرامج ديال الشراكة ما بين السفارة الامريكية وما بين اكاديمية ديال تيبو. في بداية الامر بغي نشارك معكم القصة ديالي الشخصية. بنقول لكم واحد النهار انه فاش فقت كان في عمري 7 سنوات لقيت راسي انني وليت كفيفة، ما بقيتش كنشوف. انا داك الحياة ديالي ممكن شي واحد يقول ان هادي تغير، ولكن ما تغيرتش. علاش؟ لانه القصة السرد الحكاية اللي داروا لي والديا انهم قالوا لي انه حياتي ما غاديش تبدل. هذا باش نعطيكم انه واحد الخلاصه، انه الانسان فاش يكون في حالة إعاقة كاين جوج ديال الحوايج اللي ممكن يطراو في حياته. انه يا اما الناس كيقولوا ليه انت راك تمثل عبء، كتشوف فيهم هذيك النظره ديال الشفقة، الناس كيشفقوا عليك. او لا ممكن تقول سبحان الله العظيم، عندك قوة خارقة، انت انسان عظيم، نادي كتحدى الإعاقة. حنا بغينا هاد النظرتين هادو ما يكونوش بجوج، لا النظرة ديال الشفقة او لا النظرة ديال القوة الخارقة. بغينا يكون هناك تطبيع، وأن الناس يشوفونا نظرة اعتيادية، تطبيع للنظرة ديالهم، أننا ناس عندنا قيمة مضافة في المجتمع، وممكن أننا نقوم بالأشياء اللي كيقوم بها أي إنسان ما عندوش إعاقة. When we talk about inclusion regarding disability, a lot of times we really look at it from a technical lens. Let's make sure the space is accessible, which is important, right? To make infrastructure in the space accessible is really important. But what's even more important or equally important
It's cultural accessibility. How do you create a space where everyone can be their true self? How do you create a space where everyone is able to embrace all of who they are, embrace all of their identities, and be able to bring that forward? How do we create a space where we are coming together and we're delaying our assumptions and we're allowing for a space of empowerment, inclusion, and value? Accessibility needs to be covering that aspect, the adaptive work. And that's the beautiful part about the center. It's bringing together sports, disability, inclusion, and authenticity. It's creating a space where everyone can bring their true self and be able to really express their true value. السؤال حد من فاش كنحددوا فاش كنهضروا على ادماج او الشموليه ديال الاشخاص حالات اعاقه كنحطوا فقط من ناحيه تقنيه انه خاص يكون عندهم الممرات الخاصه بهم بلايص ديال الباركينغ يكون عندهم هي فقط اشياء من ناحيه تقنيه ولكن فاش كنحددوا حول ادماج واحد الشموليه ديال الاشخاص حالات اعاقه خاصها تكون ادماج في العقليات في المنظور اللي عندهم من المجتمع سوء الحظ انه كاين هنالك واحد مازال واحد الحواجز الثقافيه حواجز ديال المنظور الثقافي حواجز ديال العقليه ديال الاشخاص لذلك فاننا خاصنا نعطيو الامكانيه لكل شخص سواء كان في حاله اعاقه كما هما الاشخاص اللي هما ماشي في حاله اعاقه انهم يعبروا عن انفسهم يعطيو الطاقات اللي في الداخل ديالهم وكنظن ان الاكاديميه ديال تيبو ومدرسه تيبو ومدرسه الفرصه الثانيه هي خير دليل على ذلك لانك تعطي الاشخاص على الاطفال جميعا انه يكون تفاعل بيناتهم وانه يكون تفاعل ايضا مع الاشخاص اللي ماشي هما في حاله اعاقه وان الرياضه ممكن تكون واحد الرافعه جميله من اجل انهم يعبروا عن انفسهم ويبينوا انهم ايضا عندهم قيمه مضافه بالنسبه للمجتمع. Four months ago, I started in my role as special advisor on international disability rights. We laid out our strategy and our priorities. And we have four main priorities, which is reflected here and it's embraced here in many ways. Priority number one, how do we build capacity? How do we really build capacity when it comes to inclusion in persons with disabilities? Priority two, how do we promote disability inclusive democracy so that people with disabilities are part of all fabric of our political framework? Priority three, how do we advance human rights in moments of crisis? We've all been dealing with crisis for the past year, the pandemic. During moments of crisis, persons with disabilities many times are left behind. How do we make sure they're not left behind, but they're also part of the solution? And priority four, how do we change the narrative surrounding disability moving from a charity lens to a value-based lens? What do I mean by that? I mean, how do we get society to truly believe that the inclusion of persons with disability is a value for all? When we don't include persons with disability, we lose out on their value. It's not just the right thing to do. Yes, it's a human rights issue. It's more than that. It's actually a value. And we as a society are losing out on that value when we don't include persons with disabilities. قبل اربع شهور تم تعيين ديالي كمستشاره خاصه للرئيس الامريكي جو بايدن فيما يخص حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه على المستوى الدولي وما ان بديت المهمه ديالي الا وقمنا بواحد الوضع ديال استراتيجيه مع فريق العمل هذه الاستراتيجيه فيها ديال الاربعه ديال الاولويات اللي هي مهمه بزاف اول وحده هي اننا نعزو القدرات استدادا انه يكون هنا تكوين بالنسبه للاشخاص اللي عندهم اعاقه وكي يمكن تعزيز القدرات على المستوى مثلا الحكومات على المستوى البنيه التحتيه وغيرها ثاني شيء هو انه هاد الاشخاص يكونوا ما يكونوش منسيين يتم ادخال ديالهم في مسلسل ديال اخذ القرار فاش اي مثلا مسؤول سياسي او غيره كيبغيو ياخذوا القرار او لا على مستوى حتى على المستوى المحلي بغاو ياخذوا شي قرارات خاص دائما يستشروا مع الناس وياخذوا بعين الاعتبار شنو هي الحاجيات ديالهم المستوى التالي هو تعزيز حقوق الانسان بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه لانه كنعرفوا مثلا حنايا دازنا من جائحه ديال كورونا وانه مثلا في حالات الحرب اخر شخص كيفكروا فيه الناس هو الشخص ذوي الاعاقه ديما كنخليو من مورا او لا كنتناساو الحاجيات ديالهم وفي هذا في نفس الوقت هنا ما كنحيتوش فقط على انه حق
حق من حقوق الانسان انه خاص يكون يتم اعتبار ديالو قيمه مضافه. وهنا كيجي الاولويه الرابعه اللي هي تحت هنا، هي نغيروا داك القصه، نغيروا داك المنظور انه ليس فقط نعطيو الحق لاصحاب الاشخاص اللي في حالات اعاقه لانه حق انساني من حقوق الانسان، ولكن لاننا المجتمع كنظر ليه بانه مثابه قيمه مضافه، عنده شي حاجه يجيبها على الطاوله، ممكن يمثل واحد الشخص اللي ممكن يخدم ويربح الفلوس ديالو ويكون نفسه في المجتمع. The last words. So I'm on my first official trip as a special advisor, and we specifically made it to the Middle East. We were in Lebanon, then Egypt, and now we're in Morocco, and afterwards headed over to Kuwait. And this region is really important to me on a personal and professional reasons. Professionally, I used to do work in the region through my nonprofit, and personally, my parents are originally from Lebanon. And during this trip, we've been meeting with people from the government sector, civil society, nonprofit, private sector, DPOs, and many others. Learning and understanding the challenges of persons with disabilities on the ground, the landscape, what efforts are being done, what amazing programming, what best practices, and what can we do more. And to be honest, I am so grateful and honored that I'm here with you guys, and I've been exposed to this beautiful program and this court, wheelchair accessible court that's launched today, and all the other inclusive programming that are here in this center. This is the example we want to bring forward across the region and globally. So thank you so much to Amin and everyone here, and I'm honored and I look forward to staying in touch. Thank you guys. Votre couverture, votre présence. Maintenant, je vais passer la parole au ministère de l'Éducation nationale, notre partenaire avec lequel nous travaillons main dans la main sur plusieurs programmes axés sur l'éducation, sur l'insertion professionnelle, sur l'émancipation, mais aussi sur l'inclusion sociale des jeunes en situation de handicap. Nous avons le directeur du département d'inclusion qui représente monsieur le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de la formation région Casastat. À vous, monsieur. Bonjour tout le monde. سعيد أن أتواجد اليوم بمدرسة الفرصة الثانية والاحتفال بتشين هذا الملعب. أمثل السيد مدير الأكاديمية عبد المؤمن طالب. أولا هذا المشروع كما يعلم الجميع كيندرج في إطار تنزيل المشاريع القانون الإطار 51/17، ولا سيما المشروع رقم 4 اللي هو تمكين الأطفال في وضعيات إعاقة أو وضعيات خاصة بالتندرس. وكيف ما كيعرف الجميع هذا المشروع هو واحد المشروع عرضاني اللي كيهدف كما قلنا لضمان تندرس الاطفال في وضعيات اعاقه في واحد يعني مع باقي الاقران ديالهم في جميع المدارس الابتدائيه وجميع الاسلاك. هذا المشروع انا كنظن ان هذه الجمعيه توفقت كثير في انها تحقق مجموعه من المشاريع في ضربه واحده. لماذا؟ لان الى خدينا مثلا المشروع رقم 4 هو كيهضر على الاطفال في وضعيات اعاقه، المشروع 5 كيهضر على الفرصه الثانيه، المشروع رقم 10 كيهضر على الحياه المدرسيه، دونك هذه كتمكنهم هذه البادره من انهم يندمجوا في الحياه المدرسيه اكثر وفي الاندماج الاجتماعي اكثر. المشروع رقم 11 اللي هو رياضه ودراسه، دونك سي امين توفق ايضا في انه يحقق لنا هذا الهدف هذا من خلال هذا المشروع ايضا اللي هو من مشاريع القانون الاطار. وبالتالي يعني كانت هناك واحد النتائج اللي هي عرضانيه وانطلاقا من مجموعه من المشاريع. بالنسبه للمشروع التنزيل ديالو على ارض الواقع كيتم من خلال 4 المحاور الاساسيه. المحور الاول اللي هو التعبئه والتحسيس، الهدف منه هو تغيير التمثلات حول الاعاقه، تغيير التمثلات لدى الاسر، تغيير التمثلات لدى جميع المتدخلين الاطر اداريه وتربويه، وايضا تغيير التمثلات لدى الشركاء. دعوه لهم باش ينخرطوا اكثر في تنزيل هذا المشروع وتحقيق الاهداف المرجوه منه. المشروع المحور الثاني اللي كنشتغلوا عليه هو محور ديال تطوير النموذج البيداغوجي.
معنى اننا في هذا المحور غنشتغلوا على التكوين ديال الاساتذه، التكوين ديال الاطر الاداريه، التكوين ديال الاسر، التكوين ديال الجمعيات، التكوين ديال جميع المتدخلين، باش نضمنوا ان المشروع ديال التربيه الدامجه ينزل في احسن الظروف. ملي كنهضروا على تطوير النموذج البيداغوجيك سيتادي هذا لو موديل بيداغوجيك، معناها اننا كنهضروا على اننا نكيفوا طرائق وكيفوا المراه، يعني شقين اساسيين، حكنا من خلال الشراكه مع الجمعيات الناجحه اللي كتمكننا من تحقيق الاهداف المرجوه من البرنامج في العرضانيه ديالو كما قلت، والحكمة ايضا من خلال الاحداث ديال واحد البنيات اداريه اللي قاره بمختلف يعني البنيات ديال وزاره التربيه الوطنيه، سواء بالوزاره او بالاكاديميه او بالمديريات الاقليميه. هاد البنيات كتسهر على اربعه المسائل الاساسيه، كتسهر على تعليم اولي دامج، كتسهر على منهاج مكيف لفائده اطفال فقدان الاعاقه، كتسهر على التكييف ديال التوجيه لوريونطاسيون، التكييف ديال التوجيه، وايضا التكييف ديال المراقبه المستمره والامتحانات، وايضا الرياضه المدرسيه. اذا هذو اهم المحاور، وكنشكر مره اخرى جمعيه تيوبي افريكا على المجهودات اللي كتقوم بها من اجل يعني خدمه الناشئه وضمان يعني الاندماج الاجتماعي والتربوي والمدرسي للاطفال في وضعيه اعاقه والاطفال بصفه عامه. شكرا. Et à nos partenaires du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, TIBU reste engagé pour accompagner le ministère dans sa stratégie 2015-2030 et aussi par rapport à la nouvelle loi cadre. Je voudrais aussi donner la parole à notre partenaire, Ford. Avec ce partenaire, nous avons lancé plusieurs programmes qui sont liés à l'entrepreneuriat des jeunes par le sport, mais aussi ce nouveau programme, YedMesh for Equal Play, à travers le financement de Ford. Nous avons commencé les travaux pour ce terrain accessible. Vous avez vu un peu tous les graffitis autour qui donnent, on va dire, ce signe et qui confirment l'engagement de TIBU en faveur de l'inclusion de toutes et tous. Alors, chère Sarah, chère Amine, chers représentants du ministère de l'Éducation, chers partenaires, je suis très heureux, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement du programme InMesh for Equal Play. Comme vous le savez, Ford depuis plusieurs années supporte des initiatives à travers des associations à but non lucratif pour venir en aide aux communautés dans le besoin. Alors, et cette fois, on continue dans la même lancée cette année. Donc on est très fiers d'apporter un don de 350 000 dirhams à TIBU pour accompagner ce programme. Alors c'est un programme, comme a souligné Siamine, qui consiste à aider à l'inclusion sociale des jeunes de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans et qui ont une mobilité réduite, et pas n'importe comment. Donc c'est à travers le sport. On a appris quelque chose en travaillant avec TIBU, et on a vraiment vu comment le sport peut être un levier, un vrai facteur d'inclusion sociale. Et ça, en fait, ça consiste sur le fait qu'il y a un aspect non discriminatoire, instinctif au sport. Et ça développe aussi les jeunes, ça les aide à développer leur mental ainsi que leur corps. Alors, le but, bien évidemment, c'est de voir ABU, l'ONG marocaine, qui nous rend vraiment fiers et qui nous inspire par leurs travaux, par leurs réalisations. L'année dernière, on a pu, en pleine pandémie, les accompagner dans un autre programme, Sport Innovation Lab, qui lui était axé plus de développer le côté entrepreneuriat chez les jeunes, à travers toujours le sport. Donc, nous sommes très confiants, nous sommes convaincus que TIBU va apporter un programme très structuré, multidisciplinaire, qui va accompagner
ces jeunes, mais aussi leurs familles qui font partie du programme IDMEJ Equal for Play. Donc sans trop s'attarder, au nom de Ford, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence et je remercie Tubu pour cet effort et je souhaite tout le succès à cette initiative. À très bientôt. Merci. And who makes them live in the best conditions. So my dream idea is to create association. Association where we will bring those children together and integrate them in the society. Through sport. Because we believe that sport is a powerful tool that will make us instill values and hope and morals in the youth. And within this association, which will be as a safe space for those children, I would like to highlight mental health, education, sport and physical activities, bring those children with the other children coming from other association or other schools. Amazing! Oh my God, this is so cool! What's your name? Huda Amrani. Huda? Amrani. But the first name is Huda. Huda. Your dream is amazing. And inshallah you're gonna achieve it. In any way I can ever help, let me know. But it's so beautiful. Thank you so much. It's really amazing. Thank you for having me. Go ahead, Samir. Well, you want to say something to Sarah? What you said is so true and so important, and like you said, we need to change the mindset of society. Ce que vous avez dit, c'est inspirant, c'est très fort. Thank you so much. And you know, anyway, I want to continue to be in touch with you and everyone in this room, and it's so impressive what you guys are doing. Je vais continuer à être en contact avec vous, avec tout l'ensemble des personnes de Kevin Haya et de Khabri Minaya, et c'est très inspirant ce que vous faites. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. My pleasure. Thank you so much. Thank you. English or Arabic? What problem? حاول عربي؟ عربي 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 حاول ونشوف بس عربي دي مكسرة اوكي؟ نحن هوني مجتمعين لأنه بهالسنتر تبو سنتر اللي عن جد بتورجي الإكزامبل عن الدمج بيستعملوا قصة السبورت والدمج ويجيبوا الأولاد بإعاقة وغير إعاقة ويعلموهم شو هو معناتها التمكين والدمج وقديش كيف نجيب القيمة للمجتمع. فنحن اليوم انعزمنا للopening to the wheelchair court, inclusive court, ومعنا في أشخاص من الفورد فاونديشن والوزارة وزارة التربية وال people from the center ونحن السفارة الأمريكية. فأنا هوني بالمغرب بس 3 أيام عم زور in my official capacity as a special advisor for الحكومة الأمريكية. نعم اسمي سارة منقارة وأنا المستشارة الخاصة للحكومة الأمريكية عن حقوق ذوي الإعاقة في العالم.